بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالضيف. مقابله مهمه طبعا، نشكر مقابله صعبه مع فريق الاهلي تقريبا في افضل حالات لتشكيل مثالي. احنا اليوم الغيابات اثرت علينا، غيابات كانت مؤثره جدا. بدايه المباراه شوط كان بشوط، هذا الشوط الاول تقريبا هدف مبكر في المباريات هذه، تعرف لما تقبل هدف او بعض الجزئيات الصغيره هي اللي تعمل الفرق معنويا، تكون صعب العوده. احنا خارجين من وضعيه كذلك في الدوري التونسي مش ولا بد، مع تقبل هدف بطريقه هذيك. رغم ذلك في الشوط الاول خلقنا عدد فرص، سيطرنا، ضغطنا تقريبا الاهلي باستثناء الهدف ما كانش عنده فرص اخرى. الشوط الثاني كان مقابلة أخرى، اندفعنا للأمام، ما عادش عندك خيار. فعلى هجمات معاكسة الأهلي بالخبرة بتاعه سجل هدفين أخرين، وكان انتصار مستحق للأهلي. وبالتالي احنا نعتذر من جماهيرنا على الهزيمة هذه، كان رايب كبير اليوم وأثر علينا على الدفع المعنوي. يعني جات الظروف الكل ما كانتش في صالحنا، وهذاك اللي نكتبه اليوم ان شاء الله في مقابله العوده. باش تغشي معناتها ما يمشيش معناتها كانه على كل شيء وفاء، والا في اعتقاد كل شيء وفاء. اول شيء بالنسبه للبدل المصاب المغرين ما كانش في افضل حالات، يعني حسب شويه منذ الشوط الاول ما قامش بالدور المطلوب منه. حبينا دخلنا البدل وكان باش يدخل يعني من وقتها، من الوقت هذاك يعني كان تغيير مركز بمركز، فماش سلاح خطا او مش خطا، هي قراءه فنيه ومغرين هو اللاعب الاساسي في المركز هذاك الفتره الاخيره. بالنسبه للديسكو ديما الديسكو موجود ديما مع اللاعبيه، انت المدرب، انت اللي طالب فني، انت المسؤول على كل شيء. باقي لاعبيتنا قاموا بواجب نتاعهم اداوا عليهم، لكن كذلك فما استحقاق تاع فريق منافس. ما تشوفوش في ليبيا كويس في الهوية من الجماهير، الناس الكل كانت عارفة من بداية الموسم اللي لازم كيف تعطي نجاح كيف من غير حتى البليسيور هذوك. بعد صاروا البليسيور ويخرجوا الكوتش البارح يقول عديت دو ماتش باهيين كونتر سي اس اس والكلوب، والناس الكل شافت عكس البارح، حتى بعد شفنا نزال كويس على الكونتراسيون اللي عملها. غاني هو لو سول اللي شاف ليسبيرونس عنده ماتش كبير في السيف وعنده ماتش كبير في الجديد، ورغم ذلك كيف كيف نفس الديسكور، عندنا جمعيه باهيه وعندنا تكتيك باهي وعندنا الناس الكل تعرف ليسبيرونس ما عندهاش تكتيك باهي. اليوم شفنا تغزى البنك تلقى نهار اليوفا ما تلقاش تغزى البنك، لا تلقى افشه وتلقى احمد عبد القادر وتلقى غندوسي خدمتهم سبيك، وتغزى البنك ليسبيرونس تلقى فيه ولاد صغار هذي ما عندهمش حتى هما شويه سنين. لا كيستيون سي بوبي نحترم التقييم تاعك للمشهد التراجع، لكن احنا بالنسبه لي احنا اللي حكيت قلت اليوم موجودين في فان جو تاعك، يعني اليوم كان جا عندي غير من عيات انه عندي فوزي وعندي غيلان وعندي عمام وليد، هذا الموضوع اخر ما تشوفش في فان. راهو انت الفتره الاخيره تراجع مثلا اداء بن حموده، لانه كان مع بن عياد يلعب مع شوق بشوق مباراه بمباراه، يلعب ساعه يطيح نص ساعه، يقعد ديما جاهز بدنيا يقدر انه منذ بدايه المباراه تعطيك الاضافه. لما ما تلقاش بن عياد يولي بلش على بن حموده، ما عندكش انت مهاجم اخر اللي يقدر انه يقع عليه ذلك من العام كيف كيف الهوني، يعني تقريبا اكثر لاعب عاد تمير الحاسمي لو ما كانش موجود اثر علينا كيف كيف. يعني احنا نلعبوا من اول موسم 4 3 3 اصيب الهوني فكان في 4 4 2 2 مهاجمين، اصيب بن عياد فكان في 3 من في المحور، اصيب عمام، يعني السيناريو الكل كان ضدنا. دونك الغيابات هذه اذا كان لعبه خمسه لاعبين هذوما، يعني غير ليش علي مش لعب معنا كان تعمل احصائيه تلقى بالاسم موجود لكن اصابات ما منعته انه يكون موجود. لاعب كيف غيلان لاعب خبر، يعني تقريبا من اللاعبين القلائل اللي فاز بالتشامبيونز ليج عنده الوزن نتاعو في وسط الميدان. اربع خمسه غيابات في اي فريق يتاثر، ترجي ولا غير ترجي. الهلالي كان من اول مش حتى نقول فرصه للاهلي، لانه يعني ما كانش فيها حتى شونجمون دو ريتم، وشفنا ديزيكيليبر ما فهمناش في دفاع الترجي، كيفاش تفسروه كاطار فني
ثاني نقطة، ظهر لي في الأربعين سنة الأخرانيين دو ميموار ما ذكرش الترجي انهزم في ثلاثة مباريات متتالية. الشوط الأول يمكن الشوط الثاني كان ثم يعني مجازفة الذهاب الهجوم العودة في النتيجة وهذا منطقي، أما الشوط الأول بالنسبة لي أنا أنت كان شفت فرص أخرى الآن جاب الهدف الأول شبيه الديزيكيليبر نتاع الدفاع في الهدف الأول. هي ثم سوء تمركز، ثم أخطاء خطأ فردي نتاع لاعبين صارت واحدة اثنين بين علي معلول ولاعب ثاني ما تبعش الأخطاء بعد تسلسل حسيتون قالوا في تسديدة ولا كذلك يمكن كانت تكون في المتناول. احنا ما نموش النتائج على الاخطاء الفرديه، هو نفس الملاعب اليوم لاعب يجيب لك مباراه تقدر يعمل خطا تقبل به هدف، ديما على الاطار الفردي يتحمل المسؤوليه. النادر اليوم هزيمه ثقيله ولكن مازال حوت، هل حسب رايك مازال الامل ام انتهى امل الطرش؟ الامل ديما موجود، احنا مش نحاول نعد العده كما ينبغي، نحاول نسترجع بعض اللاعبين المصابين لما لا يعاونون، كما الاهلي اليوم جاء وفاز في رادس ترجي كيف كيف فريق كبير عنده خبره، مش نلعب حظوظنا للاخير ان شاء الله يوفقنا. نادر معناتها النبي معلول في لافون ماتش كي قال نعرف معناتها الاهلي نعرف مدرب الاهلي كيفاش يخمم نعرف كل شيء كل اثنين في الندوه الصحفيه قال احنا خلينا الترجي يعني معناتها على الاقل نعرف الترجي وخلينا الترجي يعني يسيطر في الشوط الاول حبينا نسال شكون النبي معلول فهم الاهلي والا الاهلي بعد كل فهم النبي معلول معناتها ذاك ما فهمناش هو كولك يقول لك انا خليت الترجي يلعب لانه يعرف انه عنده شوط ثاني في القاهره يعني كل مدرب الفكر معاكس يعني بالنسبة لكل مش يلعب خارج القواعد تقول لك ما نجازفش ما نهاجمش نجم ننهزم في حين انت كفريق تحاول انك تنتصر على ارضية الميدان كل اكيد يعرف كل كبيرة وصغيرة على الترجي واحنا كيف كيف حتى من خلال اجتماعات مع اللاعبين يعرف كل لاعب شو نقاط قوته نقاط ضعفه يعني قلت لك الهدف الاول تقريبا وانه ما رجعناش في النتيجة في الشوط الاول هو اللي كان قاسي علينا وعملنا مجهودات بدنية كبيرة في الشوط الثاني للعودة من بعد هجمات معاكسة يعني الأهلي استغلها وسجل. هذا حصل معي. نادر السؤال الجوهري للجمهور الدارجي بعد القرن هذه هو شو اللي صار بالضبط؟ يعني بعد الهزيمة في البطولة نتاع صفاقس والدربي والناس كلها توقعت ردة فعل. الإشكال ما لديهم في بشر الدفاع. الإشكال كان فما مشكلة، شو اللي صار بالضبط تجاوبي فنية تكتيكية ذهنية ربما خاطر الكوتش بابي معلول حكى على انه اللاعبية واعيين قيمة المقابلة وضرورة رد الفعل. شو اللي صار اليوم بالضبط؟ شو اللي صار؟ اللي صار سهل برشا. مش هذا في فريق بلاش يلعب عزم مباريات ولعب كل ثاني مباراة. وكان يغير ديما ثلاثة وأربعة لاعبين وكان ينتصر وعمل سلسلة نتاع نتائج إيجابية تقريبا 14 15 مباراة متتالية. الشهر جامعة في من غير هزيمة تقريبا من بعد الظروف الكل جات ضد إذا كان مش نرجع أنا يعني في الفترة اللي تعبنا فيها برشا هي فترة رمضان لما لعبنا مبارياتنا الكل في الواحدة ونصف تقريبا من 1 إلى 21 مارس لعبنا 6 مباريات 2 تشامبيونز ليج 4 في البطولة متتالية 5 و9 و13 و16 كأس تونس و2 بطولة تفوز على السي بي تعرف مع مستير فزت استاد تونسيان مقابله رابعه تاع باجا كنا حق امام حتمين انا نغيروا لاعبين باش نجموا نلعبوا مع القبائل سينون اللاعبيه ما عادش فيهم نقول لك الحمد لله ستين فلاتين اللي فاتين يعني الصوت تاع تعب تو بدنا واحد الحمد لله يلعب 90 دقيقه كل مباراه يعتمد على السرعه نتاعو دونك كي تلعب 30 مباراه بعد ساعه ونص في رمضان تخلي لي سكر تخلي تاثيرات من بعد تجاوزناها لما خرجنا لعبنا لقبيل الحمد لله بعد اهلنا وجاو الاصابات من بعد ربعهم يعني الهولي بعد بن عياد في مقابله الاتوال اعمامهم المقابله اللي بعدها وهذا من جراء ان السق الماراثوني هذا لعبنا في الفطار وما تاثرناش وكان اختياري منها انه غير 3 4 لاعبين والترجي كان ينتصر في ما تشكلناش وقتها لانه كنا نعرفوا انه قادرين بالرصيد البشري تاعنا
لكن لما يقصولك أربع خمسة لكأس أساسية ولاعبين يحفوا الفارق في مراكز مختلفة يختل التوازن بتاع الفريق، هذا منطقي. دونك هذا هو اللي صار يعني. والمقابلات كلها ماهيش بطولة عادية، هذه بلاي أوف يعني، مش تلعب مباراة قوية أمام النجم ولا الترجي ولا الصفاقسي ولا بعض تلعب فيه ثلاث مباريات نقولوا في المتناول. هذا ما لكل مباريات كبيرة مع فرق تلعب من أجل التتويج، لكل مجهود بدني كبير مع تشامبيونز ليغ أثر علينا على كل المستويات.